بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدة الرئيسة. أشكر بدور مكتب اللجنة وكل أعضائها ومستشاريها السيد أحمد الماجري والسيدة جميلة شريعة، وأشكر الجميع على تغليب روح الوفاق والترفع عن كل التجاذبات السياسية والالتجاء للتصويت إلا في الحالات الضرورة. سوف أعرج عن كل الهيئات المتفقة عليها وغيرها. بالنسبة لهيئة الانتخابات، كنا قد أطلنا في دراستها مدة شهرين أو أكثر، والتعمق في كل جوانبها، وأكثرنا من الاستماعات، إذ كنا نتلمس الخطى للوصول إلى صيغة واضحة ومثالية. كذلك الشأن بالنسبة لهيئة الإعلام، وبدأ نسق الاستماعات ينقص شيئا فشيئا. كذلك مدة دراسة الهيئات، فكان ضغط الوقت المسلط على اللجنة لم يترك لنا مجال التعمق في باب أعتبره ميزة وتاج للدستور التونسي الجديد. وقبل المرور إلى الهيئات التي كانت محل خلاف داخل اللجنة، عندي ملاحظة في الهيئة الخامسة، وهي هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وهي حذف عبارة وجوبا، أي استشارية وجوبا، أي وتبقى استشارية فقط. وحري بنا ونحن نكتب دستورا جديدا أن نحترم حقوق الأجيال القادمة، ولا نكتبه بتخوف وبتردد وبردة فعل، لأن هذه الهيئة وغيرها ستقدم رأيها وكذلك تقريرها وسوف ينشر. وفي ظل تداول سلمي على السلطة وإعلام حر ونزيه ومعارضة يقظة وشعب فطن ومجتمع مدني فاعل، فلن يتم تجاهلها من أي سلطة كانت. وبالنسبة للثلاث هيئات التي كانت محل خلاف، فهيئتين كنا قد استمعنا فيها مرة واحدة، وأما الهيئة الأخرى فقد تغافلنا عن الاستماع فيها. واحترام اللجنة للآجال التي طلب منا تقديم فيها العمل، لذلك كانت على حساب دراسة هذه الهيئات، والتي ربما إذا استفاض النقاش فيها والاستماع إلى المتخصصين سوف نتبناها. وبالنسبة للمجلس الإسلامي الأعلى، وهذا مقترحي داخل اللجنة، وهذا التصور الذي دفعت عنه ولا أزال، وأستغرب من الذين يدحضون فكرة وجوده كهيئة خاصة في الجلسة العامة خاصة. حري بهم أن يطالبوا بالتصور والصلاحيات ومناقشتها للرفض المجرد سماع الاسم. فالمجلس الإسلامي الأعلى الذي اقترحته هو ليس امتدادا للمجلس الأعلى الذي أحدث لنية في نفس المخلوع في 87، بل هو هيئة تتكون من مفكرين وأكاديميين وعلماء لترشيد الخطاب الديني وتنشيط الحياة الفكرية ودعم البحث العلمي في الدراسات الإسلامية وترشيد الوعي العام تجاه الوسطية والتسامح والانفتاح على الحضارات. وأطالب هنا هيئة الصياغة والتنسيق بإرجاع هذه الهيئة للجنة للاستدعاء أهل الاختصاص وإعطاء فرصة لزملاء للحضور، ولكي يكونوا على بين من أمرهم وعلى الاطلاع الحقيقي على فحو هذه الهيئة قبل الحكم عليها. وبالنسبة لهيئة التونسيين بالخارج الذي اقترحته زميلتي، كان بخصوص مراقبة المديونية وإبداء الرأي في الاتفاقيات التي تبرمها تونس مع دول الإقامة، وهذا موجود في التقرير في مداولات. وإن كنت أشكره على هذا الاقتراح الهام، فإني أرى نقصا فيه مما يجعله ضبابيا. وكم كنت أود أن تنظر هذه الهيئة في جوانب عدة تمس التونسيين بالخارج وتطوف رؤية استراتيجية والتواصل الثقافي وامتداد للتونسيين ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد الحلول لها. أطالب هنا أيضا بإرجاع هذه الهيئة للجنة أيضا لمزيد التعمق والاستماع إلى الممثلين عن التونسيين بالخارج من منظمات وجمعيات وغيرهم. وفي الأخير عندي مقترح إضافة هيئتين، وسأقدم التصور فيهما، هي هيئة الإفتاء وهيئة حماية حقوق الطفل. وأطالب بتمكين أعضاء اللجنة من دراسة هذه الهيئات، ومن يريد مناقشتها والإدلاء بدلوه فما عليه إلا التفضل بحضور داخل اللجنة. وشكرا. شكرا، بارك الله.